كناش مصدقين انه هالسيلفي عملوا لنا اياها مزبوطه. نحن نقول يا عمي معقوله، معقوله هاي تزبط مع البطاطا؟ قبل هذا المشروع كنا ندب نحط الكيماوي كثير بدون دراسه بدون اي خبره، ما مثلا نعمل فحوصات للتربه، ما نستنجى ننتظر الشتله اذا ممروضه او شيء نرش عشوائيا، بينما اسا نعمل فحص للتربه، نعمل شو ناقصها اي مواد، بنحط اللي بدها اياها اللي بنسبه. موضوع السقاية كنا نكثر 12 ساعة 14 ساعة، صرنا هلا عم نعطي 6 7 حسب ما بدها الأرض. فهمونا الشباب كيف بيكون رطوبة وكل قداي بتعطي والنبتة قديش بتكون طالبة تبيني على منظرها. كنا مثلا نسقي نحن على الخمس أيام 10 ساعات، نبلش 6 ساعات، تاني عدين 8 ساعات، تالت عدين نوصل لل 14 ساعة. هلا هم تغير الوضع، كنا تيجي يبعثوا لنا الهندسين المشروع يكشف اللي بتعطي هالقد وهالقد. نحن كنا نحط عشوائي ورتناها عن اهلنا هاي المصلحه. كنا نحط عشوائي 200 كيلو مركب امبكا، 100 كيلو ازوت، وشو كان دارج بهداك الوقت نحط، ونحط ادويه ونحط اسمده ونكتر. اللي عم نحطه نحن بالارض الاسمده والكيماوي وهاي فيها ضرر على البيئه، اللي حطيناه ما له أي تأثير على البيئة بالأرض أو بالتلوث بالجو من الأدوية والأسمدة كليتها. يعني نرش 3 رشات دواء، نحن كنا يمكن الجيران يضايقوا من ريحة الدواء نرشه، إذا حوالينا مثلا نحل يموت من ريحة الدواء، هي كله لغيناه نحن. سنة اتبعت أنا بإرشادات الشباب ولك اسم الله هالإنتاج، ومكلفية أقل ومصروف أقل والإنتاج كتير حلو. أخذنا نحن على المستوى الشخصي أخذنا كتير خبرات كبيرة، هيدي الخبرات خلتنا نقدر نتدخل مع المزارع ونقدر نفيده ونستفيد من الخبرات، نعلي خبراتنا ونفيد المزارع. ساهم المشروع بالتخفيف من تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية، وكمان بالتالي من تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون بالمواد الكيماوية المستعملة بالزراعة من الأسمدة ومبيدات كيماوية اللي بيستعملوها المزارعين عادة بزراعاتهم. هذا المشروع بأكد من جديد أهمية التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو من خلال الدعم التقني اللي بتقدمه المنظمة مش بس للمزارعين، أيضا للكادر البشري بوزارة الزراعة من خلال التدريبات الفنية والعملية اللي بتقوم فيها. هذه النشاطات ساهمت بإعطاء المزارعين القدرة على اتخاذ القرار بناء على المعلومات ومش بشكل عشوائي مثل ما كان يصير سابقا. هذا المشروع خلى المزارع يشوف بعينه الفرق من ناحية تخفيف استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية والاستخدام الرشيد لمياه الري،
وخلته بالتالي يخفف من الكلفة، كلفة الإنتاج تبعه، وأكيد يحصل على الإنتاجية ذاتها إذا مش أكتر بمعظم الأحيان. التخفيضات اللي صارت على استعمال الأسمدة الكيماوية وصلت تقريباً 50% من الكمية اللي كانوا يستعملوها المزارعين، و60% من المبيدات اللي كانت مستعملة سابقاً بطلت تنرش. هذا المشروع خلق حالة تغيير بذهنية المزارع، خلته يفكر كتير ويحسب ألف حساب قبل ما يستخدم مواد كيماوية بشكل مفرط، خاصة بظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشينها. ساهم أكيد بيكون عم بيساهم بشكل غير مباشر بتخفيف التلوث على نهر الليطانة، وأكيد بتخفيف الأثار السلبية على صحة الإنسان.